تعالوا النهارده نشوف هنعمل منيو بتاعنا ايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل اول حاجه شوربه الزبادي، وبعد كده هنعمل كمان يا عم حسن ايه كبسه اللحمه وصوص الدقوس، وهنعمل كنافه بالشوكولاته. الشوكولاته تبقى ترمانات عشان تدلع عيالك. تعالوا نشوف اول حاجه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نعلق على الكبسه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. تعالى هنا اهوت يا عم ياسر، بحط معلقتين سمنه بلدي على النار يقدحوا كده، معلقتين سمنه بلدي على النار يقدحوا عشان اعمل الكبسه بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها قدامك اهو، واسيح السمنه البلدي بتاعتي عشان اعمل الكبسه. وانا بسيحها كده بحط ليمون ناشف، ليمون دراي، وبحط ورق لورو احمصه، وبحط قرفه خشب، وبحط شويه مستكه، وبحط كمان فلفل حصى، وبحط حبهان، وبحط قرنفل، وبحط قرنفل كمان معايا. يبقى انا عندي حمص سمنه بلدي، حطيت فيها حبهان، حطيت مستكه، حطيت ورق لور وفلفل حصى، حطيت قرنفل وليمون ناشف وقرفه خشب. حمصها كده. صباح الفل يا عروستنا يا همسه. ازيك انت يا عروستنا يا جميل؟ ازيك يا همسه؟ الحمد لله. صباح الفل يا حبيبتي، وانت اكتر يا همسه، ربنا يخليكي ليا يا غاليه. الاكلات اللي انت بتعملها جميله قوي. انت اللي اجمل يا همسه باحساسك الجميل ده يا حبيبتي. صباح الفل يا قمر. النهارده هنعمل كبسه، وهنعمل شوربه زبادي، وهنعمل كنافه بالشوكولاته. شوف هتعملي ايه وتبعته لنا يا همسه. وسلمينا على ماما وبابا وكل اصحابك واخواتك يا حبيبتي. حمصت البهارات في السمنه البلدي كده، اروح جاي مديلها دلع قرنين فلفل حار، واجيب لها لحمه موز عشان اديها صدمه في السمنه اللي فيها البهارات. خطواتك كده كلها قدامك اهو. لحمه موز عشان اعمل احلى كبسه بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يبقى حطيت بهاراتي في سمنه بلدي، حطيت سبايسي فلفل حار، واختياري الفلفل الحار برضو اختياري، تقدري تحطيه وتقدري ما تحطهوش زي ما انت عايزه. على ما تتشمع تعالى علق على شوربه الزبادي، معلقتين سمنه بلدي برضو، معلقتين سمنه بلدي. قول صباح الفل يا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا غاليه. ازيك يا سيف حسن؟ صباح الفل يا ام احمد يا غاليه. كل عام وانت بخير وحضرتكم كلهم بخير يا رب، وكل ساده مشاهدينا وحضرتك بخير يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. امين يا رب، ربنا يخليك يا ام احمد. عايزه اسال حضرتك على هتعمل الكحك والحاجات بتاعت العيد ان شاء الله بمشيئه الرحمن. هنبدا معاكم من يوم 20، هيبقى معانا وقت يعني من يوم 20 هنبدا نعمل الكحك ان شاء الله اذا حيان ربنا، والبسكوت والبتفور والغريبه والمعمول وكل شيء والانجشاير وكل شيء عايزاه ان شاء الله. هنبدا من يوم 20 ان شاء الله رمضان. النهارده 11 يعني فاضل اسبوع ان شاء الله اذا حيان ربنا. وانت طيبه يا غاليه وبعود الايام انتظرونا ان شاء الله. صباح الفل يا ام احمد. هنا بعمل الشوربه. جبت عندي السمنه قدحتها البلدي، جبت صدر فراخ وقطعته مكعبات صغيره كده يا عم ياسر، واشوحه في السمنه البلدي. صدر فراخ واحد وقطعه مكعبات صغيره عشان اعمل بيه شوربه الزبادي. وبعد كده ارجع اهو يا عم ياسر للايه؟ للكبسه. اللحمه عندي اول ما تبدا تاخد اللون بتغير على طول، تقلب اللون بتاعها في البهارات في السمنه البلدي في قرنين الفلفل الشطه دول عشان تدلعي عيالك. يبقى انا حطيت مستكه، وحطيت حبهان، ورق لورو، وقرفه خشب، وقرنفل، وفلفل حصى، وحطيت ليمون ناشف، وقرنين فلفل اللي انا دلع لان انا بحب الحاجه سبايسي، مش عايز حاجه سبايسي شيليها خالص. غيري اللون بتاعها كده زي ما انت شايف كده قدامك، ما تستعجليش عليها، لازم تقفل مسمها. يا استاذ ريهام صباح الفل. استاذ ريهام صباح الفل يا استاذ ريهام وكل المنايفة حبايبنا. الو. صباح الفل يا استاذ ريهام. ازيك يا استاذ حسن؟ صباح الفل يا حبيبي الشيف حسن، نهارك قشطه يا حبيبتي. صباح الفل يا حبيبي، تحت امرك يا ريهام. انا كنت بطمن بس على حسن. ربنا يخليك يا ريهام. صباح الفل يا غاليه. صباح الفل يا غاليه، نهارك قشطه يا حبيبتي. عندي بعمل الشوربه بتاعتي بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها زي ما انت شايف كده قدامك اهو، كل التفاصيل قدامك اهوت.
غير لونها، بجيب بصلاية ناعمة. يبقى أنا عشان الزفارة اديتها صدمة في السمنة البلدي، بعد كده اديتها بصلاية تبقى شفافة. خطواتك كده زي ما أنت شايف، واللحمة عندي بتاخد صدمة في السمنة البلدي في البهارات وفلفل كمان حار قدامك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. وبعد كده يا عم ياسر تعالى شوف التفاصيل. الشوربة عندك أهو غيرت لونها البصل، أجيب عندي كوباية مشروم طازة أقطعها وحورها في البصل وفي السمنة وعلى الفراخ. هاند بلندر يا حسن، كل التفاصيل كده قدامك أهو. وبعد كده أرجع هنا أهو للحمة. اللحمة بعد ما غيرت لونها كده بديها بصلتين، بصلتين شرايح كده يا جمالك، واروح جاي كمان مدلعاه بإيه يا عم حسن؟ خمس فصوص توم شرايح، وقلب البصل مع التوم مع السمنة مع البهارات مع اللحمة. كل خطواتك كده كلها قدامك اهو، يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. وبعد كده يا عم حسن هقفل عليها شوية وارجع هنا اهو للشوربة. الشوربة زي ما انت شايف كله دبل، الفراخ في المادة الدهنية السمنة البلدي، البصل، بعد كده المشروم، كله خد ونور كده عندي، خد على بعضه. تعالى بعد كده نشيل كل شيء ونبدأ نعمل ايه عشان يبقى شوربة. تعالى شوف كده عم ياسر، تعالى شوف كده عم ياسر، بجيب معلقة دقيق وبدر بيها الخليط ده. يا عم علي صباح الفل. يا عم علي صباح الفل، نهارك قشطة يا ابو علي يا عغالي، عامل ايه يا علي؟ الحمد لله. نهارك قشطة يا حبيبي. الحمد لله. طب امرني يا علي. احنا عايزين قمر الدين بالمكسرات. حاضر يا علي، حاجة تاني غير قمر الدين بالمكسرات يا حبيبي؟ تحت امرك يا علي، صباح الفل يا حبيبي. بعد ما سويت الدقيق ده عشان ما احسش بيه وانا بشرب الشوربه، لازم ياخد الحراره اللي موجوده في السمنه وفي الفراخ وفي البصل وفي المشروم، لازم عشان ما تحسش بيه كده سويه كده كويس حواريه. بعد كده بجيب له خمس كوبايات شوربه خضار او ميه سخنه بتغلي، خمس كوبايات اهو من شوربه الخضار. واحورها، لسه عندي كوبايه وربع زبادي وكوبايه وربع من كريمه الطهي. كل تفاصيلك اهو، ادي الزبادي اهو، وادي كريمه الطهي، شويه ملح وشويه فلفل ابيض. على ما تغلي كده اديها ملح وفلفل ابيض كده جاهز عندي، واسيبها تستوي. وبعد ما تستوي هضيف لها الزبادي واضيف لها كريمه الطهي. ارجع هنا اهو بقى يا عم ياسر للايه؟ للكبسه. الكبسه واحده واحده، لازم عشان تعملي الكبسه خلي بالك طويل عشان تستمتعي باحلى كبسه في الفراخ باللحمه زي ما انت عايز. ارجع هنا اهو بقى، تعالى شوف التفاصيل. دبل كل حاجه عندي، اروح جايه كده اهو يا عم ياسر مديها معلقتين ونص من صلصه الطماطم. يا عم محمد صباح الفل وكل المنافع حبايبنا. حسن صباح الفل يا غالي. كل سنه وانت طيب يا باشا. وحضرتك طيب يا عم محمد. تسلم ايدك يا باشا على الاكلات اللي بتعملها دي. صباح الفل يا حبيب قلبي. استاذنك يا شيخ حسن، عايز طريقه عمل ام علي. ام علي؟ ام علي اه. حاضر يا حبيبي، حاجه تاني غير ام علي؟ تسلم يا باشا. حاضر تحت امرك. عشان تعمل ام علي سهله جدا، عباره عن ايه؟ بتجيب الرقائق الهشه اللي هي العجينه بتباع في السوبر ماركت تحت مسمى الرقائق الهشه اللي هي عجينه الفتاج، وبعد كده بتفردها وتسويها، او عندك كرواسان قديم او جلاش او جلاش او رقاق تديله سمنه وتحمصه، يعني جلاش تقدر تديله سمنه وتحمصه، او رقاق تديله سمنه وتحمصه، او كرواسان قديم تحمصه، او عجينه فتاج، اهم حاجه يبقى متحمص. وبعد كده يا عم حسن بتعمل فيه ايه؟ بتروح جاي مكسره في الوعاء اللي انت هتعمل فيه لام علي، وبعد كده تديله مكسرات وزبيب، بتجيب حسب الحجم بتاع البايركس بتاعك اللي هتعمل فيه ام علي، هتحط لبن وسكر وفانيليا يغلوا على اللبن، يغلوا على النار كويس قوي بعد ما تدوب السكر والفانيليا، وتسقيه، لازم يبقى بيغلي عشان يشرب الرقائق دي تشرب اللبن، وتدي له كريم شانتيه عليه من فوق وسكر بودره وتدخله الفرن ياخد اللون الذهبي وبالهنا والشفا يا حبيب قلبي.
زي ما انت شايف كده. بعد ما اديته الصلصه والطماطم المبشوره اسيبهم يتكمروا شويه واقول يا ام حماده صباح الفل. يا ام حماده صباح الخير يا شيف حسن. صباح الرضا يا حاجه. نهارك قشطه وكل سنه طيبه وكل الجيزه طيبه وكل مصر والشيف واللي عندك كلهم طيبين. وحضرتك يا ام حماده يا غاليه. انا ببعت بس ممكن ابعت هدايا لحضرتك؟ اتفضلي يا ام حماده معاكي الهوا يا فندم. ماشي يا فندم. انا بهدى اهدائي ده وكل سنه طيبه لعرايس ولادي. عرايس ولادك البنات ولا الولاد؟ ان شاء الله هم اولادي او اولاده خطبالهم بنات هيبقوا بنات ان شاء الله. ان شاء الله بنقول لهم الف الف مبروك من حضرتك ومن برنامج الاكلات وتكاتش في حسن على قناه الحياه. متشكره يا بنات. اسمه منى وزينب. احلى تحيه لعروستنا منى وزينب وربنا يتمم لكم على خير ان شاء الله وتبقوا كويسين مع حماتكم ان شاء الله تبقوا كويسين ان شاء الله. وبهدي سلام الزوج بمناسبه عيد ميلاده 1/5 وعيد زواجنا 3/5. الحاج اسمه ايه؟ ناجي قمر. يا حاج ناجي قوي احلى تحيه بمناسبه عيد ميلادك وعيد جوازك يا حاج ناجي. يا بختك يا بختك هديتين يا بهديتين يا بختك. ادعي لهم بس كده لمصر كلها. امين يا رب. ربنا يسترها علينا يا رب ويزيح عنا كل حاجه يا رب يا رب. والاولاد المسلمين كلهم يكونوا في سلام. امين يا رب العالمين يا رب. امين يا رب العالمين. عايزك جدا يا شيف حسن مشكره. صباح الفل. ادي الشوربه عندي بتاعت الزبادي. حطيت ماده دهنيه سمنه، حطيت صدر فراخ مكعبات، حطيت بصل ومشروم، معلقه دقيق، وحطيت لها كمان شويه ملح شويه فلفل ابيض وشوربه خضار او ميه سخنه بتغلي، اسيبها تستوي 15 دقيقه. بعد ما تستوي هضيف لها الزبادي وهضيف لها كمان الفريش كريم. اما هنا عندي بقى الايه؟ الكبسه بتاعت اللحمه، حطيت ماده دهنيه سمنه، حطيت بهارات مستكه، وحطيت حبهان، وحطيت مستكه، وحطيت قرفه، وحطيت قرنفل، وحطيت كمان ورق لورو، وحطيت ليمون ناشف، وحطيت فلفل حار، وحطيت فلفل حصر. كل ده مع بعض. وبعد كده اديتها بصل وتوم، اديتها بصل وتوم وصلصة طماطم، واديتها طماطم مبشورة. كده جاهزة عندي قصرت خالص اهو. تعالى كده اهو يا ياسر عشان تستوي عندي. هعمل ايه؟ أنا جايب هنا كمية من الرز، كيلو رز بسماتي. فلازم اديله الكسوس بتاعه مرتين ونص من كمية الرز. زي ما انت شايف كده مرتين ونص اهو قدامك الرز اهو كيلو رز. فلازم اديله السائل مرتين ونص من كميه الرز. اجيب بقى قرن فلفل اصفر واخضر واحمر للدلع اهو. قبل ما احط الميه للدلع اهو احطه على الخليط ده كده قدامك واقلبه تقلبتين في الخليط ده كده، واروح جايه حاطه الميه السخنه اللي بتغلي واسيبها تستوي. كل التفاصيل قدامك اهو. حاضر. اغطي عليه على ما اللحمه تخش في السوى. وبعد اللحمه تخش في السوى اديله ايه؟ الرز. ولسه التوابل بتاعتي. لكن بعد ما علقت على شوربه الزبادي بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها وعلقت على كبسه اللحمه بقول التركات والحركات لا ناسها. انتظروني.